هذه من أنواع الخنيزة، يسمونها الخنيزة وتسمى الجيش، هي من أنواعها طبعا، وليست الخنيزة المتعارض المتوفرة بكثرة، إنما هذه تنبت في الأرض الصلبة في الحزوم خاصة، وورقتها دائرية شبه بيضاوية خلاف الخنيزة الثانية اللي تحدثنا عنها سابقا. أيضا ثمرتها على شكل معلبة وصاعدة للأعلى، تخالف تيك بالصعود، صاعدة للأعلى كما نلاحظ الآن، كل ثمارها صاعدة للأعلى، وهي خضراء غامقة تميل إلى الصفرة، لها رائحة طبعا تختلف عن الخنيزة المتعارف عليها الذي تحدثنا عنها سابقا، بأنها لها رائحة الذي يستسيغ بعض الناس يستسيغها، وهناك من لا يستسيغها، لكنها جميلة والله، مثل المسيكة، مثل رائحة المسيكة، يعني أنا أشوف إن لها رائحة جميلة جدا، ومثل الصفيرة ربما قد تحدثنا عنها أو راح نتحدث عنها، الصفيرة فهي شبيهة لها، وطبعا لها فروع وترتفع كثيرا، وهي قليلة جدا ونادرة، وهناك من لا يعرفها كما نلاحظ. شوفوا الشكل الأخرى أيضا، طبعا هنا قد هي في آخر موسمها كما نلاحظ.